كتعرفوها كاملين. هاد الندوة هادي نضمناها باش نهضروا على جوج ديال الحاجات. اولا الحمله ديال التحرشات اللي اتعرضوا لها منذ مده. ثانيا غندخلوا في صلب موضوع هذا الملف هذا الذي اتهمت فيه بالجاسوسية الى اخره حسب بعض المواقع الاعلاميه. اولا انا منذ مده اتعرض الى متابعات يوميه، تعقبات، ترصدات ديال التحركات ديالي وديال اصدقائي وديال الاسره ديالي. ثانيا الهاتف ديالي كيتصنتوا عليه ماشي غير في الهاتف العادي وفي الاس ام اس، كيتصنتوا ليا حتى على التطبيقات ديال التواصل وديال النصوص الفوريه مثل واتساب وسينيال. وهذا كان لي الدليل عليه جوج المسائل. واحد المواقع التي مع الاسف تعتبرها السلطه انها مواقع مؤسسات اعلاميه، وهي في الواقع هي مواقع ديال النذاله وديال الحقد. وهذه المواقع هذه عندها ارتباطات داخل السلطه اللي كتدوز فيها السلطه بعض انواع ديال المعطيات. يعني انه في موقعين بالخصوص نشرت بشكل متواتر عدد من المقالات، نشر عدد من المقالات تسيء إلي، وماشي غير تسيء إلي، فيها سوء النية وفيها السب وفيها الشتم وفيها المعطيات الخاصة التي كتحميها القوانين ديال البلاد. قلت دير من بين هذه المعطيات باش نجي من بين هذه المعطيات حسابي البنكي، شكون يقدر يجيب الحساب البنكي ديال شي شخص ويخرجه في الاعلام؟ شكون اللي عنده السلطه انه يوصل؟ جوج، البوليس، المخابرات والنيابه العامه. هاد المعطيات البنكية التي صدرت في موقع وتتهمني بأشياء لا أساس لها وأشياء واهية ومن وحي الخيال، كانت باش نرجع باش ما نطولش لأسبوعين بعد صدور هذه المقالات، هي الموضوع نفسه ديال الاستنطاق داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كندخل جاني استدعاء 24 يونيو بناء على امر من الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بالدار البيضاء صدر نهار 23 يونيو في التحقيق معي بحث تمهيدي في شبهات توصل تلقي تمويلات من طرف جهات اجنبيه قد يكون لها علاقه مع جهات استخباراتيه. زين دخلنا الاستدعاء الاول 24، جاني استدعاء باش نمشي 25. الشرطه القضائيه رئيس فرقه مصلحه رئيس مصلحه الاستعلامات الجنائيه ودعم البحث القضائي سي نور الدين ناجح كيجبد لي الغول في مونكير ديالي وكيقول لي 2018 توصلتي بواحد المبلغ معين، 2019 توصلتي بواحد المبلغ معين، شنو هي هذاك الشيء؟ هذه استشارات اقتصاديه كيقوم بها اي صحفي، كتسمى بالانجليزي ديو ديليجنس. ديو ديليجنس هي مجموعه من المعطيات تستقى من مصادر عموميه وايضا من حوارات مع مسؤولين، وهذه ديو ديليجنس صحفيين اللي متخصصين في التجاره كيديروها. قال من بعد مع من تواصلت الى اخره، فاعطيت اسماء ديال الناس هذوك لانني كنجاوب باريحيه، كنجاوب بكل صراحه وما عندي ما نخبي اسئله مع من الى اخره. عطينا الاسماء ديال الناس اللي تواصلت معاهم ووجدوا ان واحد من الاشخاص هو كان ضابط في المخابرات البريطانيه ومتقاعد منها في 2011 وتيشتغل في واحد الشركه سميتها جي 3 جي 3 كمستشار اقتصادي سينيور ادفايزر مستشار زعما قديم. طلب مني ان اوفر معلومات حول شركه
مغربية من أجل أن شركة مغربية واحدة أخرى تدخل في الرأسمال ديالها، وهذه المعلومات عمومية مستقاة من موقع بورصة الدار البيضاء، موقع وزارة الاقتصاد، موقع البنك المغرب، إضافة إلى حوارات مع أشخاص. يعني هذا الشيء ما عنده حتى علاقة بالأعمال الاستخباراتية. واخا مع البوليس انا كنتسناهم يقولوا لي حنا عندنا شي دليل والمخابرات ديالنا جابوا شي حاجه الى اخره، اجي تشوفوا كيسولني سؤال كيقول لي ما هي طبيعه هذاك الشيء اللي قلتي لنا ما صحيحش، اعترف قول لنا ما هي طبيعه الخدمه الاستخباراتيه التي قدمتها الى هذا ضابط المخابرات البريطاني السابق. وقلت له واخا مش كنت اخويا تقول عليا ماشي انا، سمعت بقلب وقلت قلت له الخدمة التي قدمتها هي استشارة اقتصادية لأنني لي خبرة ديال 12 سنة كصحفي من الاقتصاد. من بعد سولوني على واحد المنحة ديال الصحافة، أنا أتوقف عندي ما بين 2012 منحة صحفية تعطى للصحفيين في العالم كامل، ومن حق أي صحفي في المغرب أنه يطلبها، وفيها عمل حول الحق في الأرض في المغرب، والجميع يعرفون أشتغل على الحق في الأرض في المغرب بما فيها السلطات اللي كتبعني كل مره فاش كنمشي ندير حوارات ولا كنمشي لشي دوار كيريبوه الى اخره. واخا كان خاصك تنشر، وعلاش ما نشرتيش؟ الا ما نشرتيش المقالات اللي درتي هذا يعني انك قدمتي خدمه مقابل هذيك المنحه اللي هي ذات طبيعه غير صحفيه. هاد اللي غاكوكسي بحال هكا. جاوبت 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 صبرت لانه اسئله تعوزها القرائن. اولا الاسئله في طبيعتها ما عندهاش لا دلائل لا اثباتات لا حتى شي حاجه، وكيسولني بحال كيقول لي اعترف ان لم اقل انها سخيفه هذيك الاسئله زعما ديال شي صحفي متدرب. ومن بعد دازوا لك استدعاءات، انا جاوبت على كل شيء ما وقع عندهم غير هرجعوش بدو ليا السجل الكشوفات ديال التليفونات ديالو ديال الاس ام اس ديالي من 2011 كيتصنتوا عليا الدوله من 2011 قد هكا جابدين يقول لي ما بين 2011 و 2013 كان عندك 53 مكالمه مع مسؤول العلاقات مع الاعلام في سفاره هولندا. دابا ما بقاش بريطانيا هي المتهمه بان انا كنتجسس عليها، ولات هولندا وطلبوا مني قال لي شكون هما البلدان اللي عطاتك التاشيره الفيزا. قلت لهم دنمارك ألمانيا سويسرا هولندا بلجيكا فرنسا انجليز طاليان ما عرفتش شكون الثاني. ودابا يقلبوا على كاع داك الدبلوماسيين في المغرب ديال داك الدول باش يبقاو ليا عندهم شي علاقه. هذا الموضوع هو موضوع سخيف جدا، و باش نسالي هذه كانت رده فعل سريعه جدا على داك التقرير ديال امنيستي. وعوض ما يكون صراع ما بين امنيستي والدولة استعملوني انا بيناتهم، استعملتني الدولة ماشي امنيستي، الدولة هي التي تستعملني من اجل الانتقام، وهذا الانتقام غير اخلاقي غير اخلاقي، لان دولة تسخر اجهزتها الامنية حكومة في ضرب صارخ لمبدأ فصل السلطة، الحكومة اللي من المفروض منها من السي بوريطا ومن السي مصطفى الرميد والاخر امزازي مفروض منها انها تحترم الدستور وتكون تعطي المثال، ما احترماتش مبدا فصل السلطات وخرقات السريه ديال التحقيق، لان هذوك اللي كيحقوا معايا ما كيحترموش السريه ديال التحقيق وعطاو المعلومات للجهه الحكوميه اللي مفترض منها ان يكون فصل السلطات مع القضاء. انا كنظن ان هاد الشيء ربعه ديال الاستدعاءات 24 يونيو 25 فاتح يوليوز باش تجي عندهم 2 يوليوز 8 يوليوز باش تجي عندهم 9 يوليوز والبارح والبارح عطاو لي في يدي باش تجي عندهم اليوم. انا اقول انا ما بقيتش باغي هاد التواتر ديال الاستدعاءات. الى عندكم الاساتذه ديال الفرقه الوطنيه وديال النيابه العامه شي حاجه ضدي اعتقلوني وضعوني في الحراسه النظريه وقدموني قدام النيابه العامه، انا غادي عندكم اليوم مع ثلاثه. الى عندكم شي حاجه ضدي ديروها، اما الى ما عندكمش انا فانا اطالب واعتبر ان هذا تحرش ويجب ان يتوقف ويجب ان يكف عن ازعاجي
والتحرش به لا انا ولا اسرتي، وهذا الشيء لا يشرف مغرب 2020. وشكرا، وأضع الكلمه للاستاذ فاضل ميلود قنديل المحامي الذي لا طالما ازرني بكل القضايا. شكرا استاذ. تحية الحضور كريم، شكرا جزيلا. في الحقيقة أود أن أضع بين إيديكم توضيحا، فأستاذ قنديل ميلود هو ينوب عن السي عمر رضي في ملفات أحيلت على المحكمة، منها من صدر في شأنها حكم ابتدائي وهي معروضة الآن على السناد، ومنها من لا زال رائجا أمام المحكمة الابتدائية. أما بخصوص هذا الملف فبطبيعة الحال مفهوم النيابة القانونية غير وارد، على اعتبار أنه لحد الآن لا وجود بأي ملف قضائي من شأنه أن ينتصب محامي للدفاع عن موكله، إلا أنه فالمشرع منح لي كمحامي حق إعطاء الاستشارة وكل ما يفيد السي عمر رضي في كل ما يتعلق به، سواء ما يتعلق بالملفات التي تروج أمام المحاكم أو الملفات التي حال السي عمر رضي. فور توصله بالاستدعاء أخبرني بالأمر، وكان بيني وبينه تواصل، زارني في مكتبي وكنت قدمت له بعد الاستشارات المتعلقة أساسا بأنه ينبغي المثول للفرقة الوطنية الاستماع إليه، وأنه ينبغي عليه أن يجيب على الأسئلة، وهو ما كان بالطبع. سمعتم أن السي عمر رضي أجاب بكل أريحية عن كل الأسئلة التي طرحت عليه، رغم كما جاء في تصريحه أنها بالنسبة إليه لم تكن في المستوى المطلوب، ورغم ذلك كان يجيب عليه. ففي هذا الإطار أستاذ قنديل ميلود يتواجد بين أيديكم، والآن يتواجد ليس لأنه ينقش هذا الملف، لأن أصلا هذا الملف ليس غير موجود من الناحية القانونية، وبالتالي هو يقدم فقط إلى هذه اللحظة استشارات وإفادات للسي عمر قصد السير بالملف إلى الجهة أو إلى المستوى المطلوب. تابعت مع عمر رضي للأسف الشديد هذه الملفات التي أعتبرها مست بحقه في التعبير عن رأيه. طبعا الحال كما تعلمون أن هناك ملفين الآن يرجان أمام المحكمة، الأول متعلق بالتدوينة المتعلقة بالتضامن مع الريف، معتقلي الريف، والثانية التي أحيلت على المحكمة قبل أيام والمتعلقة بما وقع مع إحدى أو أحد الصحفيين الذين يعملون لدى إحدى القنوات الإلكترونية، بطبيعة الحال المشكلات التي أدت إلى إحالة الجميع على السلوك الملك الذي قرر متابعة الجميع بالسب والشتم وتصوير شخص بدون إذنه قصد المسي بحياته الشخصية والشرعية. ففي هذا الإطار أنا أحضر بين أيديكم، بطبيعة الحال تجمعني بالصحافة علاقة حب واحترام جميل جدا، منكم من زارني في مكتبي كصحفي، منكم من زارني كشخص له قضية معينة، وأنا أكن لكم هذا الاحترام، وأتمنى أن نطور هذه العلاقة التي ملؤها الحب والاحترام، وأتمنى أن لا يشوش أحد من انتسب إلى هذا المجال على هذه العلاقة الجميلة الرائعة بيننا. تحياتي ونرحب بإشارتكم في كل ما تودون معرفته بخصوص هذه العلاقة. هل أحد العالمين؟ اسمعي يا حبيبي عمد، شكرا تاني بغى سؤال سرعة علي جاوز موقع الهول. السؤال لي عمر، واش ما توجهش حدود الساعة شي تهمة معينة محددة بأنه تتهمك، يعني الناس تتهمك كذا كذا كذا، وبناء عليها يتم يعني باش نفهمه هاد الفكره ديال الاستدعاءات. ثاني حاجه، شنو هما الا كانوا تابوا شي توما او شي حاجه، شنو هما الادله المواجهه اللي كيواجهوك بها، يعني تواجهوا فيها الدوله، خصوصا ان التهم اللي كتروج ثقيله جدا، يعني متعلقه بالتجسس ومتعلقه بكذا، يعني شنو اللي كي شنو بناء على انا عارف سريه البحث، انا عارف ما يمكنش تقول كل شيء، ولكن على الاقل شي وجه الدخول والراي العام، شنو حقيقة الأمور اللي كتجري اليوم عندك الساعة الخامس؟ واش هذا الشيء غير طوال؟ واش هذا الشيء بالك؟ أولا أنا موضوع بحث
تمهيدي ديال الفرق الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة ديال كامل الاستئناف ديال الدار البيضاء في شبهات مرتبطة بهذوك الفصول 181 ديال القانون الجنائي إلى آخره. لم توجه لي تهمة أي تهمة بعد كنظن حتى هما ما بقاو عارفين شنو كيقلبوا عليها. أدلة لم أواجه بأي دليل يعني سوء النية كاين حتى في الطريقة ديال كيفاش هما كيبنيو الاتهامات ديالهم. يعني كون بقيت ساكت كون ما قالوا لي والو أنا كنجاوبهم وبناء على تصريحاتي كياخذوا ديك السمية وهذاك الضابط اللي دوات عليه الحكومة إلى آخره. أنا اللي قلته هما كيمشيو كيقلبوا في جوجل هذا ضابط سابق في ام 6 وراه العالم كله في خبار وهذاك الضابط السابق سابقينها عطاوها الحكومة خارجة إلى آخره. كون انا ما تكلمتش فرمع عنده حتى شي حاجه. يعني كيشدوا بسوء نيه كيبنيو اتهاماتهم وكيسولك اسئله من قبيل وعقول ما هي طبيعه الخدمه الاستخباراتيه التي قدمتها الى مسؤول العلاقات مع الصحافه في سفاره هولندا. واش اسمح لي جيب لي ادله نجاوبك انا هذه الاسئله. هذه انا عييت منها لان 4 ديال 15 يوم جاوني 4 ديال الاستدعاءات كل مرة 9 سوايع وكيطرحوا عليك الأسئلة. واحد الوقت كنقول لهم شوفوا أساتذة جيبوا لي شي حاجة نجاوب عليها سينو خلوني نمشي بحالي. وخلاص كاين قضية أخرى اللي هي كاين محكمة أخرى محاكمة أخرى اللي هي أمام إعلام. أنا ديجا بالنسبة لشي صحافة ديال 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 قنوات الصرف الصحي أنا ديجا جاسوس وأنا ديجا خائن وأنا ديجا تحكم عليا. و كاينه واحد الحاجه سميتها ديك خليه دوفي الكترونيك ديال لا دي جي اس هذيك ما كتدخلش في المسائل. علاش الحمايه ديال سريه التحقيق النيابه العامه ما خصهاش تدافع عليها والبوليس ما خصهاش تدافع عليها؟ علاش السبان ديال المواطنين ما خصهاش تدافع عليها؟ لا كتقلب غير على اللي فيسبوك تقاد ليهم الماء ولا شي حاجه في الدوار خرجوا يقولوا بغينا الماء كيشدوهم في الحبس وكيقلبوا كيلقاوهم ديك الساعه خليه المراقبه الالكترونيه. انا كنظن ان هناك صحافه ما كتضرش غير بالصحافه كتضر حتى بالقانون وانها محميه من طرف السلطه وهذا الشيء عيب وعار. سي القرح السلام عليكم زميلنا المحترم سي عمار استاذ حميد الوري بجد حدو سهلين من كرش من كرش سوري مزيان شكنا كنا شي لقاء مع بعض الأساتذة وناقشنا الموضوع في القانون سكيبت بصفتكم قبل أن تكونوا صحفيين مواطنا من المغرب قراءتكم الأولية أولا للمضامين هذا التقرير بغض النظر على عمر الراتب كصحفي مواطن مغربي قراءتك للاتهامات الموجهة إلى المملكة المغربية بخصوص التنصب ما كيهضرش على عمر الراتب ولكن على فاعلين حقوقيين على جماعات أخرى منذ سنة 2000 وسط التطبيق الإسرائيلي معين. إذا سؤال آخر موجه للأستاذ محمد المحترم يعني في هذه الحالات التي تكتسي طابع دولي وسجال يعني مش أول مرة المغرب يتلقى تقارير ولكن منظمات أخرى تشير إلى خرق بعض أمور حقوق الإنسان. أنتم كأستاذي هل ترتكزون فقط في دفاعكم عن موكلكم فحسب أم سيتطور الأمر إلى مواجهة عامة بين الدولتين؟ بالنسبة لمضامين التقرير أظن هذا ماشي هو الموضوع لأن الدول أن الدول ماشي هو أمنيستي ولكن أنا اللي بغيت نقول هو أنه الدولة المغربية عندها رصيد في التجسس على المواطنين ديالها وأنا شخصيا كصحفي أثبتت ذلك في مقالات سابقة منذ أن كنت أشتغل في موقع لكم. يعني تاريخيا الدولة تشتري هذا النوع ديال الوسائل ديال التجسس. بالتالي أنا ما كيفاش علاش أنها اشترت هاد الاداه هذه ولان استعطت بزاف ديال القرائن على انها على انها كاينه. شكرا على السؤال. سيد قنديل ميلد هو محامي مهمته الدفاع عن من ظن او تاكد انه يعاني من مظلومه
بغض النظر عن انتمائه وميولاته. مهمة صدق الدين لها نقطة بداية ونقطة نهاية، لها إطار محدد لا يتجاوز الدفاع عن موكله لا أقل ولا أكثر. ولعل مجموعة من الأصدقاء الصحفيين الذين حضروا معي فأكدوا على أن صدق الدين مهمته توظيف النصوص القانونية لتبرئة من يراه بريئا. لن ولن يكون الأستاذ قنديل قناعة بأنه سيواجه الدولة أو أنه ضد الدولة. قناعة الأستاذ قنديل أنه عندما يدافع لفائدة شخص فهو ليس بالتأكيد ضد شخص. الدفاع عن لفائدة شخص هو إظهار براءته، إظهار مظلوميته تجاه مؤسسة التي نعتبرها مؤسسة النيابة العامة. ولن يكون ولم يكن أستاذ قنديل أنه يدافع عن عمر رضي أو غيره. لعل منكم من حضر مع أستاذ قنديل في مجموعة من الفات في المغرب كامل لم تكن أستاذ قنديل قانعة على أنه يدافع عن أستاذ عمر أو غيره ضد الدولة أو ضد كذا أو غيره. أنا أحاول تبرئة موكلي الذي كلفني في قناعتي. لا يهمني من أدافع عنه، لا تهمني قناعته، قد تربطني به علاقات صداقة، علاقات أخوة، ولكن لا يهمني أنه كذا أو كذا. للأسف الشديد خرجت إعلامية وهي تدخل في إطار التضييق والتحرش بعمر رضي وتوظيف بعض العبارات تخصني كمحامي في الدفاع عن عمر رضي. فأنا أدافع عن عمر رضي كونه صديقا أولا، كونه موكلا، كونه أعتبره بريئا مما نسب إليه. استعملت كل هذا العمل الشيء براكم التساؤل ديالي أنا إلا إزالة الغموض اللي كيلف القضية ديال التخاطر بدا أنا السي عمر كنت في المغاربة في المدى الوطنية ديالك. أنا بغيت نتسائل أنا شنو تتبدل بالنسبة ليك المصالح العليا ديال الدولة، وشنو تتبدل المصلحة الوطنية، وشنو تمثلو، واش تتعتبر بين وراك من هناك خصوم ديال المغرب تتربصو به. أنني أنا كنت تابعك تابعتك وعطيتي واحد التصريح لواحد القناة الإنجليزية وتحدثتي على الصحراء الغربية. أنا في نظري بديت نشوف عمر كي تيتصور، هي هذه نقد متخبل في شي فصل. ولما حنا كنغربا حنا شي توابيت، كاينه واحد المصلحه ديال البلاد خصنا ندافعوا عليها ونستمتعوا في الدفاع عليها. وانا متاكد بان عمر راه حتى هو من غيستمتع بها. واش سولتي ما جاوبتيش؟ لا انت متاكد دونك متاكد صح سالت في الضحك ولا تاكد ليا هذه باش تحضر كزيد. انا بغيت انا نسيت نقول لك القضيه على خير عمر راه سؤال خارج الموضوع اولا وكي غنجاوب. لا سي عمر انا نوضح لك السؤال كيفاش المسار ديالك الصحفي. واش ما عمر ما تعرفتي محاولات الاستعمال للوصول شي معلومات اللي تتكتسب واحد الطابع سري وتتعني مصلحه البلاد ومصالح المصالح العليا للبلاد؟ احنا كنخدموك الفرقه الوطنيه اسئله ديك احسن من ديالو. هو ما تديتش كاع في الزملاء ديالك على الاسئله كلشي. لا 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 انا صاحبي راه متناع عليك اصاحبي نهارك شديت ولهذا خص المغاربه يعرفوا من خلال الناس خص المغاربه يعرفوا عمر شكون هو. ما تساعدوك باش توضح المغاربه خير سؤال. هذا هو السؤال. واش ما عمر في المسار ديالك وفي التعامل ديالك مع هيئات اجنبيه يعني قنوات اجنبيه واش ما عمر ما حسيتي براسك بان راه تمانيبيولا الوصول شي معلومات اللي تتكتسي واحد الطابع اللي هذا توضحها لنا. هذا هو السؤال. هذا سؤال. وثانيا شنو تتمثل المصلحه العليا للبلاد واش تعتبر بان راه كاين شي حاجه سميتها خصوم ديال المغرب؟ انا كان نجاوبك على الخصوم ديال المغرب. الخصوم في المغرب هما الفقر، هما الاستبداد، هما الفساد، هما الخصوم ديالي. واعتبر ان خصوم الشعب المغربي يجب ان نكون متحدين من اجل ان نحسن اوضاع حياه المواطنين من ناحيه الكرامه، من ناحيه الحريه واحقاق العداله. وانا أعيش في المغرب بينما عدد كبير من الناس اللي دابا كيتهموني بأنني جاسوس وخائن ولا شيء هربوا من المغرب ومن تحت الطبلة كيقول لك راه ما كاينش الحياة في هذه البلاد هذه غير سير الحال وأنا عايش هنايا.
سؤال الثاني ديالك، واش في عمري حسيت راسي انني مستعمل في جهالك؟ الجواب هو لا. شكرا. انا اعتبر اضافه فقط بسيطه. شوف عمر، انا زارني لا اتذكر يعني جلسات كثيره جدا مع المكتب. انا اؤكد لكم وهي شهاده في الدنيا والاخره ان هذا الرجل لم ارى في حياتي من الناس الذين دفعت عليهم، لم ارى رجلا متشبتا بوطنيته، مدافعا عن بلده، محبا لوطني اكثر من عمر رجل. تحياتي. منعم. منعم عمراني مواسم الجزيره. الان بعد هذه الندوه الصحفيه وانت راجع للاستدعاء الجديد، في تصوركم شنو هي الخطوه المقبله بالنسبه لكم؟ كيف تتصوران ماذا سيقع؟ أنا بالنظر عن ما قلته حول أنك توصل أنه الآن عفافين وجهوية اتهام ودوقة يمشي عليه، كيف تتصوران اليوم؟ أنا أتمنى أن تتوقف هذه النصارى ديال البحث لأنها فاضية، لأنها فارغة، والملف ما زعما أمر لا يستحق هذا الشيء كامل اللي تدار. ربما كانت ردت فعل شي حاجه، حيت داكشي 23 يونيو 22 يونيو كنخرج هذاك ديال الامنيستي. بالتالي انا زعما اتمنى ان هذا الشيء يتوقف ونرجعوا لحياتنا اليوميه، نرجعوا لحياتنا اليوميه، لانه الا كان شي اتهام انا مستعد للتواجه به، يجيبوه ليا. مثلا انا هذا الشيء ضرني اكثر، لانه ولاو دابا الناس كيجي كيقول لك اثبت لنا وطنيتك سو انجونكسيون بحال السؤال السابق. اوت اثبت لنا وطنيتك، داك الشيء ولاو كيلبسوا بالمقلوب. هذه ثلاثه الاسابيع انا اللي كنت ضحيه ديال التجسس، وليت انا هو الجاسوس. نفس الشيء، نفس الاساليب ديال يلبسوك بالمقلوب. نؤكد على ان المساله مهمه جدا، على انه المسار الملف ليس بيد عمر وليس بيد محاميه بطبيعه الحال، خاصه عندما نكون نتحدث عن مؤسسه لحد الان مجموعه من المعطيات لم توصل لها. كل التكهنات وارده، كل الاحتمالات وارده، لكن لدينا طموح. انا كمغربي قبل ان اكون كمحامي، على انه اتمنى ان تطوى هذه الملفات مع عمر. اظن انه فتره الملفات ضابطه القناه تهم مهمه ضابطه القناه، وعاودات بحال غديتكتي بناء عليه غديتكتي لي فيروس في لي زورديناتور في لي تيليفون. وبالفعل فبرايفسي انترناشونال سيتيزن لاب ومراسلون بلا حدود وجدوا هذا الفيروس في وفي نفس الوقت اكتشفنا في الوثائق ديال الحسابات ديال ديك الشركه ان جوج ديال المؤسسات امنيه في المغرب اشترت مقابل 3 مليون ديال الدولار هذاك اللوجيسيل. انا من ذاك النهار المهم بقيت كنستعمل هذاك الحاسوب، صافي حبست عليه وليت كنخاف على راسي. كل مره بشكل دوري كنقلب التليفون، كنبدلو، كندير لي ميساجور اللي خاص، كان هذا كنحمي الخصوصيه ديالي بحال اي واحد خاصو يحمي الخصوصيه ديالو. فاش خرجت من السجن، كان من قبل ما ندخل السجن كنا متفقين انا وامنيستي اننا نديرو افتحاص للهاتف ديالي. فاش خرجت من السجن كانت الفرصه باش نديروه، حيت كنت باغي نرتاح ديك الساعه ديك السيمانه وارتاحيت ودرت هذيك الخدمه. واكتشفنا بالفعل انه الهاتف ديالي فيه هذاك التطبيق اللي سميتو بيغاسوس ديال الشركه ديال ان اس او الاسرائيليه. هادشي اللي وصلنا ليه. شكرا. شي سؤال اخير؟ تستغل تعاملها مع ملف ديال الامنيستي. في نظرك زعما ان الدوله تلوي هاد الناس كاملين وتستهدف عمر الرضي في قضيه مع منظمه ديال الامنيستي. تسولهم هو.
واش انت اللي متابع الفرقة الوطنية الشرطة القضائية؟ واش انت كيعيطوا لك الروفي وين؟ واش انت واش اجي؟ واش انت هو ابو عين الريفي؟ انا كنسولك انت علاش كنسولك؟ انا كنسولك كصحفي لماذا هاد الخلاصة اللي وصلتي ليها علاش بنيتها؟ اظن ان الاكثر توفرا على جواب على هذا السؤال هو هيئه التحرير والاداره ديال الموقع اللي انت خدام فيه، لان كيجيكم الخبرات بالسبق من هذوك الجهات. واش راه عيط لك صحابك صوروا معاك السيد زميل عمر قال على انه توصل الى معرفه بعض منذ سنه 2014. ما هي ردة فعلك قانونية تجاه من يتجسس أو يعني شنو ردة فعل اللي درتي من بعد ما؟ ما درتش حتى ردة فعل قانونية، درت ردة فعل احترازية إلى وين نقولوا، يعني غيرت الأجهزة ديالي وحميتها بشكل أكثر نجاعة، لأن المشكلة في اختراق أجهزة ديال الصحفي هو أن الصحفي عنده واجب اخلاقي لحمايه المصادر ديالها، وبالتالي فكتحمل مسؤوليه ديال عدد كبير ديال الناس، ما خاصش الاختراق يطالهم ولا يضرهم، وبالتالي خاص التدخل بسرعه من اجل تغيير الجهاز اولا، انصطالي كاع انصطالي الى اخره، باش تحمي الجهاز ديالك المعطيات ديالك لي دوني وايضا لي كونيكتيفيتي ديال التواصل. احترازات فرديه شفتيها على انها كافيه للتصدي لهذا. وطبعا الا بغيتي تقول رد فعل قانوني، انا درت رد فعل قانوني، ولكن مثلا 8 ديال الاشخاص، ابو بكر جمعي، سي حسن النجاح، فؤاد الكمومني، عبد الفتاح حموشي، واربعه ديال الاشخاص الاخرين، راسلوا المؤسسات في المغرب وحوضوا شكايات رسميه باقتراح ديال المعطيات الشخصيه ديالهم، وما كانش جواب، ما كانش جواب من السي عمر الصدروش رئيس اللجنه الوطنيه ديال حمايه المعلومات الفرديه. اخر سؤال. تحيه عمر، انا غير متاكد ان كنتبعوا عدد كبير ديال المضايقات والاستفزازات والمتابعات، في نظركم كيفاش كتشوف التعاطي ديال الاطار ولا المنتظم الحقوقي ولا المجتمع المدني، كيفاش كتشوف التعاطي ديالو التضامن ديالو مع القضيه ديال، وفي نظرك شنو ممكن يدير في هذا الاطار هذا باش تبان الحقيقه؟ لانه يعني شفنا كيفاش هذه الاستدعاءات المتتاليه ولا مسلسل سيريه ديال المتابعات اللي اكيد باقي ما بينش النهايه ديالو، يعني كيفاش كتشوف التضامن؟ واش كاين واش زعما هناك كم هائل من التضامن محليا ودوليا، وهذا الشيء انا شفته فوقاش، لان حتى داك الشيء هذوك المقالات اللي خرجوا في سميتها داك شوف تي في، جميع من يسبني في هذاك هم دي غوبو دي ترول اشتي، يعني فاش كتحيد هذاك الراي العام الاصطناعي، الراي العام الحقيقي جيتي وعارف ان هذه سدوا اخسلمون وان الشرط في الحبس عاوتاني داروا لي دابا ملف، انا مؤمن ان هناك تضامن واسع جدا بان الدوله والاختراعات ديالها والخيال ديالها اللي ولات كتستعملوا ضد الناس اللي كيعبروا بحريه، ضد الناس اللي مختلفين، ضد الناس اللي كانوا هذه 10 سنين كيديروا اللي بغاو، ولكن دابا ما كناش كنقدروا نديروا هذاك الشيء اللي كنا كنديروا 10 سنين. الناس عارفين هذا، الناس عارفين هذا الشيء، وجزء ايضا داخل الدوله ما عاجبوش هذا الشيء اللي كاين، لانه وصلنا لواحد المستوى ديال التدخل في شان في الفضاء العام بالعقل الامني فقط، وهذا امر خطير وغير مستدام. و بغينا نسالي واحد كتسناونا اساتذه، اخر سؤال واخا نخدم عطل، واخا سؤال اخير ونتحرك. احمد مهفراس، وقع عمر شنو التهم حاليا اللي موجهين لك وكذلك واش كاين شي ادله ولا لا؟ انا حاليا ما موجه لي حتى تهمه، انا موضوع بحث تمهيدي من الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه تحت اشراف النيابه العامه ديال محكمه الاستئناف ديال الدار البيضاء في شبهات، يعني يشتبه بي في انني توصلت بشي اموال من شي جهه مرتبطه بشي جهه اخرى قد تكون استخباراتيه. هذا الشيء اللي وصلنا ليه لحد الان، انا باقي مشتبه بي وباقي كيعيطوا عليا ويسولوني. كاين شي ادله ولا لا؟ شي ادله ولا لا؟ والو كنقولوا الادله.